92 عاما من التقدم والرخاء ورؤيتنا شامخة تعانق السماء. يتشرف مجلس إدارة ومنسوبي مؤسسة ملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وللشعب السعودي النبيل. دمت فخرا وعزا ومجدا يا وطني.